النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي نبغي نتكلم عليها هي السينما. قبيلة تلاقيت بكلكو زاكتور اللي كاينين هنا وشفت بعض الأفلام بعدا اللي كيشتغلوا، كاين أفلام كبار خوين غادي يرجعوا، غادي يكونوا هنا إن شاء الله في المنطقة. ولكن الصناعة السينمائية هي فرصة كبيرة للتشغيل، فرصة كبيرة للتشغيل، فلهذا يجب السيد رئيس الجهة إعطاؤها يعني جميع الإمكانيات باش تنجح. لا فيلم كوميشن خاصها تكون ناجحة وتحضر في جميع يعني لي فيستيفال اللي كاينين في العالم باش تجيب لنا الأفلام يداو هنا في هذه المنطقة، لأن أراضي شاسعة يعني مناطق خلابة، يعني تبارك الله الناس مستعدين باش يشتغلوا، كاين تاريخ سينمائي هنا في المنطقة اللي هو ناجح، فهذه خصها تكون من الأولويات ديال الأولويات. وأنا مستعد باش نتعاون معكم، والسيد وزير الثقافة ويعني وسميتو حتى هو مستعد باش يتعاون ويدير معكم شي برنامج اللي هو كبير، وماشي فقط سميتو، خاص إلى منطقة باش تجيب السياحة وباش تبقى فهذاك التمركز ديالها لو بوزيسيونمون، خاص كل منطقة قل يعني إلى مشينا لقلعة مكونة هذاك الشيء ديال الورود ما يدوزش غير هكاك، خصو يدوز كبير. الفيستيفال ديال الأحواش اللي كان كيديها فوزازات مع لي زاسوسياسيون خصهم يرجعوا نعاونوهم ويدوز داك الشيء كبير، يعني جميع المسائل اللي هي يعني ثقافية اللي يمكن تجلب الناس وتعطي واحد الصورة وتعطي واحد التمركز، يعني خصنا ندعموها، خصك تدعمها السيد رئيس الجهة، خص الحكومة تدعمها، وحنا معكم باش نزيدوا في هذا سميتو. دونك الله يخليكم. الكوفيد نتمنوا الله بقى له، حنا دابا خصنا نبداو العرض السياحي ديالنا، خصنا نعاودوا نشتغلوا. ايه قلت ساكو ما سمعتينيش، ما هي الاولى جبت. دونك لا بلي كيكون العرض السينمائي ديال وزازات باسكو كاين استوديو، الناس ما كيصوروش غير في وزازات، كيمشي لقلعه مكونه ويمشي لزاكوره ويمشي لهذا، وعندهم وعارفين تصاوا وعارفين فين غادي يمشيو شنو هما الاهم المناطق اللي يقدروا يصوروا فيهم. انا عارف هذا الشيء لان انا النهار الاول اللي كنت درت مع الساده يعني فاش كنت رئيس الجهه كنت درت هذيك لا فيلم كوميشن اللي عطات التيمار ديالها، كان سي سايل الله يرحمه يعني كان هو رئيس ديالها وكان قام بواحد الدور كبير فيها بس نذكره اليوم، ولكن خاصها نفس ثاني وخاصها امكانيات كبيره، وحنا مستعدين باش نتعاونوا معكم. انا لابد نقول لكم بانه يمكن بالنسبه للجولات المقبله انه يكون واحد لا تيماتيك ترانسفيرسال هكا افقيه اللي تكلموا فيها، مادام ان تبارك الله الوجوه كلها حاضره، تكلموا فيها على اشكال ديال الحكومه، يعني قبل ما تدخلوا اشنو خصكم في المنطقه والمشاكل اللي كتعيشوها في لي كومين وهذا، ما فيها بس واحد الساعه ونص المكانه انه يجوا مسؤولين من عند الحكومه ويشرحوا لكم اشنو هما البرنامج، لانه كما قال السي اوجا انتم يعني انتم هما الحلقه يعني مع المواطنين، الا انتم ما عندكمش المعلومه الكافيه ما يمكنش لكم توصلوها للمواطنين، والا انتم ما وصلتوهاش للمواطنين كيفاش بغيتونا نوصلوها احنا؟ لانكم انتم اللي قراب، فلهذا راه برامج كبيره وغاديه بسرعه ومهمه واللي كتمس واحد العدد ديال القطاعات وكتمس بالخصوص الدوله الاجتماعيه اللي حنا كنحطوا نهار على نهار وواحد الصوره اللي فائقه، ولكن هذا الشيء خصو المواكبه وخصو يتفهم. الا جيتي دابا غير اللي كنقولوا الاستثمار، ميثاق الاستثمار، ماشي ميثاق الاستثمار بوحده، ميثاق الاستثمار اياه كيعطي 30% للمستثمر الامكانيه انه يستثمر الى جا عندكم هنا في المنطقه، 30% تقريبا الى كان المشروع ديالو واقف. شيء جد مهم ان الدوله تساهم 30% في واحد الاستثمار اللي غادي يكون، هذا الشيء غادي يبدل الرؤيه ديال المستثمر، ولكن راه ماشي ميثاق المستثمر بوحده، راه مع 10 ديال التشريعات اخرى اللي جات معاه، 10 زيد ليها
القانون اللي دانا باش ما يبقاش يعني تعطل في الخلاص ديال 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 الشركات اللي مساكن كيقشوهم ومن بعد ما عندهمش الامكانيات انه باش يكونوا. زيد هذاك الشيء اللي غادي ندخلوا ديال لا ريفورم ديال السيري باش يولي واحد التسهيل ويعني في الاستثمار وفي المواكبه. وزيد يمكن لينا نعطيك يعني 10 ديال لي ميزور اللي هما كبار. كذلك القانون اللي كيهم لي زون اندستريال باش الناس اللي كتشتغل تبارك الله اللي ما كتشتغلش هذاك لا زون اندستريال هذاك لا زون اللي عنده خصها ترجع باش تمشي لواحد اخر باش دائما ماشي المحتكرين هما اللي ياخذوا الاراضي. واحد العدد ديال لي ميزور زيد التي في اللي تعطات للشركات زيد 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 باش يكون واحد يعني واحد الجو اللي هو متكامل باش المستثمر يلقى نفسه. ف باش نختم يعني منطقة لها أهميتها عندها الرجال ديالها والنساء ديالها عندها مستقبل. المنطقة اللي فيها الواحات ما عمرك ما تخاف عليها لأنه الواحات جذابة وحتى إلى الله ما بغاش الشتاء كيلكو زاني كتصبر وكتعاود ترجع وكتعاود تلقاها. دونك ان شاء الله ما غادي يكون غير الخير في هذه المنطقه. انا كنوعدكم بان غادي نرجع من بعد ان شاء الله العيد في مايو وغادي نرجع مع بعض الوزاره وغادي نمشي ونشوفوا هذا الشيء ديال السياحه وهذا الشيء ديال ليغيغاسيون وهذا الشيء ديال لا سونتي وهذا باش نفهموا نرجعوا لهنا لوزازات وزاكوا وغادي نديروا واحد اخر ان شاء الله المنطقه الرشيديه بور ماشي 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 باش نديروا اجتماعات في المكاتب ولا نديروا اجتماعات كبار باش نفق ديال التيشكا نهار اللي يكونوا الدراسات كاملين والتمويلات عارفينهم كيفاش غادي نديروا وعارفين الامكانيات اللي عندنا غادي نجي نتذكر معكم عليه. ولكن ما نعطيوش الوعود اللي عطاو هذه 15 عام الناس خوين واللي باقي ما كاينش النفق. ولكن كيخدنا خدامين السيد الوزير هذاك النهار قال اللي كان هنا بانه يعني كاين دراسات وكاين هذا بلي غيخرجوا الدراسات ونشوفوا التمويلات ونمشيو هذا ديك الساعه ان شاء الله غادي نشوفوا شنو هما الامكانيات اللي متاحه وما يكون غير الخير ان شاء الله. مناسبه انه بعدا مادام تكلمت على الصحه دونك السي اش يو صافي غادي يخرجوا لي مارشي ديالو غادي يبداو يشتغلوا وحنا ما نتسناوش السي اش يو باش يتبنى عامين عاد نبداو. حنا هاد الاولاد ديالنا في هاد المناطق غادي يبداو يقراو ابتداء من سبتمبر الجاي في الطب وفي الرشيديه ان شاء الله. لان اكادير عاد غادي يوجد هاد العام السي اش يو ولكن هادي عامين وحنا كنقراو يعني الطلبه وكنوجدوهم وكيمشيو ليزوبيتو وكيمشيو لهذا بدمن ان شاء الله يكون السي اش يو موجود. دونك هاد السنه ان شاء الله غادي يبداو الطلبه ديالكم وهذا الشيء راه المفهوم ديالو كبير. سيماجيني انه ولاد البلاد غادي يمشيو يقراو الطب والا قراو فين غادي يمشيو يخدموا غادي يخدموا في بلادهم وفي منطقتهم. دونك هذا هو التحول الكبير. مناسبه باش نشكر الاغلبيه متماسكه كتعمل بالمعقول كتصبر خدامه يعني كل واحد كيحاول يلعب الدور ديالو. ما يمكن لنا الا من هذا المنبر نقول لكم الافتخار ديالي بالعمل اللي كنقوم به داخل الحكومه ولكن كذلك مع القاده ديال الاغلبيه اللي كنا عندنا اتجاه واحد رؤيه واحده مشتغلين عليها لان كيهمنا ماشي اش دار هذا الحزب ولا هذا. اللي كيهمنا هو البلاد اش كيفاش استفدت وكيفاش بلي واحد النهار نمشيو من هنا اش خلينا من هنا. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم لموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.